بس يعني لم تفقد في بكارتها هذه الفتاة إلى الآن حتى سبحان الله. سبحان الله، هذا الذي يعني كما ذكرت لك قبل شوية أنه في ذاكرتي لم تغيب هذه الفتاة عن أنك شيخ من ماذا كانت تعاني أو ما هي العوامل التي كانت ظاهرة على هذه الفتاة؟ فيها تلبس، فيها تلبس من الجن، والجن يعني يخرج بعض الكتابات والأوراق من داخل، حتى تستفرغ بعض الأحيان ورقات صغيرة مكتوب عليها أنه البنت هذه لن تتزوج، البنت هذه يعني لابد أن تفعل الفاحشة كذا كذا، يعني أمور كلها شريعة والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرين، دخول القرين، اقرأ اقرأ الكرسي. ركز. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ركز، ما ضرب جسمك فيه شيء. قول بسم الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي المرة الثانية. بس نعيش شوية. قول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام.